وزي كفن تبع الموجة. قالوا لك كثرنا من راغب علامة، سمعتوا اللي باش حب نعمل انا كي مبرمج راغب علامة والمسرح يتعبى. هذاك العباد هذوك العباد ما يزمو يشوفوا الناس في السيت نتاعنا ويطلبونا في التليفون ويبعثونا رسائل. شنو اللي يطلبوا؟ مهرجان قرطاج، مهرجان الجمهور عاوز كده. لا لا، مهرجان ترفيهي، ترفيهي 10% ثقافة والباقي ترفيه. ترفيهي بأموال الدولة العمومية، ولا هي الدولة ما ترفعش الناس دوني لور دو بان اي دو سبيكتاكل وثقافة وإبداع، قال جول سيزار. ومسرح قرطاج خلق للإبداع. اي شنو الابداع؟ ابداع شنو؟ سا ديبونش عليه. لاك دي سيني مش ابداع، هاني قلت لك. ملوك الطوائف مش ابداع، هاني قلت لك. ليورو خاص اللي جانا من امريكا اللاتينيه اللي ما لقيتوش انت العرض قبيله. جيم سيت ميوزيك دابور، سيت فلوت دو بون اي سيت ميوزيك داميريك لاتين وسورتو لا ميوزيك دي زاند. نسبتها قليله برشا. وكيف ما نعرفوش برشا. وكيف سالتك على رغب علي ما قلت لي مادام يعبي ومادام يضمن لي الجمهور. محقق وقت يجي انت تعمل مسرح فيه 7500 بقعة بخلاف العادة الفازة اللي عندنا نحطوا كراسي في الأوركسترا، فهمتني؟ 8000 بقعة. أي باهي شنو؟ نجيبوا كي جا سي أبو وجاب 250 واحد ما قامت القيامة، قالوا شنو الهم اللي جايبينه وعنده غناية واحدة؟ هي غناية من أبدع ما تغنى، وكليب نتاعو من أبدع الكليبات اللي فما. حسب رأيك. أي سي أبو عنده 30 غناية، العباد ما سمعوا لها هذيك. يا أخي عام 97 يا أخي، شو اسمها هذيك اللي جبتها أنا؟ ديانا حداد. الزمان غير الزمان، وقتها ديانا حداد ساكن عندها ساكن غناية ساكن. واحدة أما زمان غير الزمان. المسرح شعرنا تفرقع هاكو مع أبو متفرقعش، هاكو مع أبو متفرقعش المسرح. لا لا، خاطر فما إلي أو كمام إنو كامباني مالونيت مالفيانت من بعض وسائل الإعلام اللي دخلوا على الراجل في التنين، معناتها راجل ناجح وخذيها عمتها خذيها لو بري تاع احسن انتربريتاسيون ميوزيكال. اي اما اغنيه واحده اليوم لا تاتي بالربيع نتاع مهرجان قرطاج، تاكدت معناتها الحكايه مع ابوه؟ ما نعرفش قبل يمكن كانت موجوده لكن تو لا ما زلت موجوده.